الوزيرة الأستاذة الدكتورة أناس عبد الباري وزيرة الثقافة، وطبعاً بناء على الدعوة الموجهة من معالي الأستاذ الدكتور شمس عبد المجيد عضو مجلس الثقافة، ومعالي الوزير الأستاذ الدكتور محمود أبو نصر مقرر لجنة تنمية الثقافة والتنمية والتفكير الابتكاري. ويسعدنا النهارده ان يكون معانا المتحدث في النادي الاولمبي استاذ الدكتور ممدوح محمود عبدين استاذ الجيولوجيا والاستشعار عن ضوء وعلوم الفضاء. في عجاله صغيره كده انا هقدم الاستاذ الدكتور ممدوح، وطبعا حصل على بكالوريوس وماجستير العلوم في الجيولوجيا من جامعه عين شمس، ودكتوراه وفلسفه العلوم في الجيولوجيا من جامعه حاجز المانيا. هو رئيس السابق لشعبة التطبيقات الجيولوجية والثروة المعدنية، وعضو مجلس إدارة الإدارة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد عن بعد معلوم الفضاء لمدة 5 سنين، ورئيس قسم الصخور والتخطيط الجيولوجي للهيئة القومية للاستشعار عن بعد معلوم الفضاء لمدة 4 سنوات، عضو اللجنة الوطنية للجيولوجيا الأكاديمية لمجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، عضو لجنة الثقافة العلمية طبعا بين حياتنا، وعضو اللجنة التنفيذية للشرطة الملمية الإسلامية للعلوم والتنمية في الوضع، وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية للتعليم والدكتور، وعضو العديد من الجمعيات العلمية العالمية والمحلية المنبوكة، وعضو لجنة التحرير لمجلة علوم المقاربة الإفريقية والمجلة المصرية للإشعاع عن بعد وعلوم الفضاء، ومحكم العديد من الأبحاث. شهد سيادته منصب نائب رئيس الجمعية الجيولوجية الأفريقية خلال الفترة من 1999 حتى 2005، وقام بتدريس العديد من الجامعات المصرية، وأشرف على حوالي 27 سنة من السير الدكتوراه، وله 43 بحث منشورة في مجلات دولية محكمة، قد قام سيادته بالمشاركة في موضح مراجعة امتحان الثانوية العامة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية باللغة الألمانية خلال الفترة من 2002 إلى 2006، ومنذ 2011 يعمل سيادته مستشارا للفريق البحثي بوزارة التربية والتعليم المختص بتدمير مفاهيم الإشعاع من البعد وعلوم الفضاء في المقررات الدراسية للتعليم ما قبل كده. لما شايفين أستاذ الدكتور ممدوح يعني السيرة بتاعته ظاهرة يعني، فأنا طبعا شرفت إن أنا أقدمه لحضراتكم. يعني ليا شرف كبير طبعا كثير من الليا ان انا بدير شكرا معالي الرئيس استاذنا الدكتور على السيد حسن وعلى المقدمه الجميله دي، يعني بشكر الثقافه ولجنه تنميه العلوم والتفكير الابتكاري على تنظيم ودعوتي لإلقاء هذه المحاضرة التي يعني اشتقنا كثيرا لسماعها. عايزين نعرف يعني اتفضل دكتور ممدوح، ان شاء الله الوقت ساعة لفت وكده ساعة كده من المشي ان شاء الله. فيعني لأن موضوع وكالة الفضاء المصرية يعني يمكن الموضوع جديد على ناس كتير. طبعا في القاعة هنا اعتقد ان الغالبية يعني مروا بتجربة عرفاء كويس، لان عندنا وزراء التعليم العالي والبحث العلمي يعني هم عايشوا البدايات وخطط وخطوات تنفيذ وكالة الفضاء المصرية، فهي طبعا مش غريبة عنهم، لكن يمكن بعض المستمعين او المشاهدين من الجمهور يكون يعني أنا شفت بعض التعليقات كده على النت الفنكوش اللي اسمه وكالة الفضاء، هو ما طلعش فنكوش ولا حاجة، يعني هو حقيقة، والصور بتوري إن الموضوع جد وحقيقي مش فنكوش يعني. أنا هتكلم في النص ساعة و40 دقيقة دي عن موقع وكالة الفضاء هي فين بالظبط في المصرية، طبيعة وكالة الفضاء المصرية، الهدف من إنشاء وكالة الفضاء المصرية، اختصاصات وكالة الفضاء،
إمكانات وكالة الفضاء المصرية، وبتتكلم عن مدينة فضائية، مدينة قصر الطموح، يعني هنا المدينة الفضائية غير وكالة الفضاء المصرية. طبعا كان التفكير في وكالة الفضاء المصرية، ثم أعقب التفكير ده تطور في التفكير، طب ليه ما نخليهاش بدل مجرد وكالة تبقى مدينة تضم وكالة الفضاء وما يتبعها أو يعني يقدم لها خدمات، يعني من تصنيع للبوردة اللي بتركب والعدسات والكاميرات والحاجات اللي بتركب على الأقمار الصناعية، يعني الصناعات اللي هي متعلقة بتكنولوجيا الفضاء وتصوير الفضاء. فالحقيقة يعني منحت الفكرة وجذبت يعني اهتمام كثير من المستثمرين. وبعدين هعرض بعض النماذج عن الأنشطة اللي وكالة الفضاء بتقوم بيها حاليا. الموقع قريب جدا من أستاذنا الدكتور شريف محمد، يعني قبل ما تنزل على طول كده هي بتكون في مدخل يمين كده على طريق مصر للسويس. لو شفنا طبعا هي موقعها اللي هو معمول بالنقط الحمراء دي، ده طريق القاهرة السويس وطريق الخرطومية السويس، ده طبعا التجمع الخامس أو القاهرة الجديدة شكل القاهرة. فهي تعتبر حوالي 50 كيلو عن وسط العاصمة القديمة مش الجديدة. وكالة الفضاء المصرية عامة اقتصادية لها شخصية إدارية وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وأنشئت بالقانون رقم 3 بسنة 2018. واللي بيشجعنا فيه واللي بيضغطنا وبيشدنا في الانجاز ده وتنفيذ الوكاله، ان احنا واخدين منحه من الصين، وهم بيتابعوا لان هم بيوردوا الاجهزه وبيوردوا كمان يعني والخبرات الفنيه والدعم الفني والتدريب كمان للمهندسين المصريين، فهم ضاغطين على مصر في انها تلتزم بالمواعيد اللي اتحطت لتنفيذ الخطوات دي. وده يعني حسن حظنا، يعني في حد ورانا على طول بيزق عشان تنفيذ. الهدف من انشاء وكاله الفضاء هي كانت استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينهما، اللي هي علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطويرهم وتطويرهما، وامتلاك القدرات الذاتيه لبناء الاقمار الصناعيه واطلاقها من الاراضي المصريه. طبعا احنا ما بنطلقش في الوقت الحالي الاقمار من مصر، يعني ما عندناش محطات اطلاق، لكن الحقيقه ان احنا اطلقنا خمس اقمار صناعيه منهم النايل سات، مجموعه النايل سات وايجيبت سات 1 وطيبه سات. فيعني لينا خبره في الاطلاق بس مش من مصر، يعني ساعدتنا فيها دول اجنبيه. اختصاصات وكاله الفضاء بقى نقط كتير زي ما حضراتكم شايفين كده، هي يعني بتهتم بواقع الاستراتيجيه العامه للدوله في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، واقع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الاعلى لوكاله الفضاء ومتابعه تنفيذه، الموافقه على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمه لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني، الوقوف على الامكانات العلميه والتكنولوجيه والبحثيه والتصنيعيه والبشريه في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدوله والاستفاده منها، وضع خارطه طريق لمشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الاجهزه المعنيه بالدوله، دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليميه في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعه الفضاء ودعم الابحاث وبراءات الاختراع،
دعم بناء برامج تطوير استخدامات وتطبيقات العلوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها، تنظيم الجهود وتنميع الخبرات العاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها، تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال العلوم وتكنولوجيا الفضاء، المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال الفضاء، متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية في مجال تصنيع المعدات الفضائية، تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة مع وكالة الفضاء. وكالة الفضاء فيها طبعاً الإمكانات الموجودة دي اللي هي الموارد البشرية، يعني مش ما عنديش إحصائيات يعني حديثة قوي عن العدد، بس يعني الأعداد عندي قديمة شوية، لكن هم في الفترة الأخيرة الحقيقة لما ابتدوا يعني الخطوات التنفيذية لتشغيل وكالة الفضاء فابتدى عيالهم مهندسين كتير، وبعد الصين كمان يعني جالها منحة تدريب، فبنبعت المهندسين المصريين للتدريب، وفي أساتذة باحثين طبعا كادر بحثي على مستوى عالي جدا في الوكالة، وفي طبعا فنيين وإداريين. تشمل بقى كمان الوكالة على معامل، طبعا معامل لتطوير تكنولوجيا الفضاء ومركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وفي برضه مركز أو محطات أرضية لاستقبال البيانات بتاعة الأقمار الصناعية والتحكم في القمر الصناعي عن بعد. وفي بقى المدينة الفضائية اللي هي المفروض تضم في جزء منها وكالة الفضاء، يعني المدينة الفضائية أكبر يعني هتشمل وكالة الفضاء والخدمات اللي هي بتساهم في دعم تكنولوجيا الفضاء. المعامل الموجودة في وكالة الفضاء هي يعني تنقسم إلى حاجتين أساسية، معامل تطوير اللي هي ريسيرشن ديفلوبمنت، ومعامل تجميع والاختبار. تجميع يعني اسمبلي، اسمه اسمبلي اند اسمبلي انتجريشن اند تيستنج، ده عباره عن تجميع الاقمار الصناعيه، وده اللي بنقوم بيه حاليا في لاعداد قمر صناعي اللي هو ايجيبت سات 2. احنا في 2007 اطلقنا ايجيبت سات 1 قمر صناعي من اوكرانيا، يعني كان اللي ساعدنا في تصنيع اوكرانيا، وكان التصنيع تقريبا 100% يعني في اوكرانيا، والتجميع في اوكرانيا، والاطلاق برضه من كازاخستان. لكن احنا من خلال التجربه دي استفدنا جدا، والمهندسين اتعلموا، لان قعدوا في اوكرانيا يتابعوا خطوات تجميع ويعني واطلاق القمر الصناعي يجي بسفر. عندنا بقى في معامل قياسات تطوير كهربائية وميكانيكية وضوئية واتصالات، وفي عندنا معمل تصميم وتحليل النظم وتحديد متطلباته. معامل التجميع فيها معمل محاكاة، ومعمل التجميع الميكانيكي والكهربي، معمل الاختبارات البيئية. والاختبارات البيئية دي فيها طبعا اختبارات كهرومغناطيسية، إشعاعية، اهتزازية، اختبارات استاتيكية وديناميكية، عشان يعني ايه يعني محاكاة ازاي ايه البيئة اللي هيكون فيها القمر الصناعي في الفضاء. فهم يعني بيوفروا البيئة الفضائية في المعامل بتاعة وكالة الفضاء دي، عشان يعملوا اختبار للأجهزة قبل ما تطلع الفضاء. فلو جينا بدأنا في معامل التطوير، مثلا معامل التطوير في منها زي معمل النموذج الهندسي، ده النموذج الهندسي ده نموذج مش هو اللي بيطلق، يعني ده زي موديل بحيث ان يعني زي يتدربوا عليه يختبروه، لكن مش هو القمر الصناعي الاصل، لكن بيبقى تقريبا بنفس الحجم والمكونات زيها برضه، انما مش هو يعني ده بيبقى ايه موديل بس. وفي معمل تطوير انظمه الحموله الفضائيه. ايه هي الحموله الفضائيه؟ ان القمر الصناعي هو يعني مجرد مركبه
بس الاي ده بيصور بقى او بيعمل اتصالات، بيكون في سنسورز بتبقى راكبه على القمر الصناعي، دي بنسميها الحموله الفضائيه. ممكن الحموله الفضائيه دي تشمل كاميرات، تشمل اجهزه راداريه، اجهزه ليزر، يعني اجهزه مختلفه توضع على القمر الصناعي. في عندنا كمان في المعامل معمل الاقمار التدريبيه، يعني بيعملوا اقمار صغيره للتدريب، ودلوقتي طلبه الجامعات بيتدربوا في وكاله الفضاء على الانظمه دي. في معمل فحص الدوائر الالكترونيه، يعني بعد ما بيعملوا البورده الالكترونيه دي بيدخلوها في اجهزه بحيث ان الاجهزه دي تختبر قدرة تحملها في الفضاء الخارجي، يعني بتبقى موفرين البيئة الفضائية فيه. في معامل معالجة الإشارات والصور الفضائية، في معامل تصميم التزامن سنكرونايزيشن، في يعني في إمكانيات كتير، يعني معمل تطوير نظم الاتصالات الفضائية، معمل تطوير البرمجيات الفضائية، معمل قياس الهوائيات، معمل برمجيات مركز المهام الفضائية، في معمل تطوير واختبار أنظمة القدرة الكهربائية، معمل تطوير أنظمة الحاسب للقمر الصناعي، معمل تطوير أنظمة توليد القمر الصناعي، وفي طبعا مكاتب إدارية لإدارة المشروعات. ده الشكل اللي المفروض، يعني دي منطقة هي 123 فدان المقام عليها المدينة الفضائية. المدينة الفضائية فيها بقى يعني المكونات بتاعتها، هنلاقي المدينة الفضائية تشمل مركز تحكم واستقبال لبيانات الأقمار الصناعية، مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، مركز تصميم وتطوير الأنظمة الفضائية، وهيكون فيها مبنى هيتعمل أكاديمية للعلوم والبحوث الفضائية، وطبعا مبنى وكاله الفضاء المصريه، وكمان مصر بتستضيف وكاله الفضاء الافريقيه، ففي مبنى كمان لوكاله الفضاء الافريقيه، وابتدى الحقيقه تنفيذ المباني دي وقاربت على الانتهاء. في مركز التدريب ومركز الوثائق، في طبعا مباني سكنيه للناس المقيمين بصفه مستمره، في مباني اجتماعيه وتجاريه وامنيه، وفي طبعا خدمات. ده مثلا مركز التحكم والاستقبال الارضي. التحكم يعني ان نتحكم في القمر الصناعي، ممكن ان نلف القمر الصناعي استنبط وراه، يعني لو حصل مثلا تسونامي في منطقه معينه فيقدر هو من المحطه الارضيه دي ان هو يتصل بالقمر الصناعي يوجهه بحيث يصور الحاجه او المنطقه اللي انا اللي حصل فيها الكارثه مثلا. وبيستقبل بقى، وفي انتنه زي كده بيستقبل البيانات اللي جايه من القمر الصناعي. طبعا في فريق بيشتغل جوه بقى بياخد البيانات دي ويبتدي يعملها يعني معالجه ويبتدي يطلع منها الصور. عندنا واحده اللي هي في التجمع يعني في القاهره الجديده شرق القاهره، وفي عندنا واحده في اسوان كمان لاستقبال البيانات. في مركز تجميع واختبار الاقمار الصناعيه، ده اللي هو بقى يعني ايه مبنى جديد، ده شكل المكان بتاعه، انما الحقيقه هو دلوقتي في الصوره اللي جايه ده اتبنى بمنحه من الصين وباشراف من الصين. ده يعني كان ده المكات، دي صوره المكات، دي الصوره الحقيقيه بقى، يعني هو المبنى اكتمل اهو، يعني مش منقوش ولا حاجه، المبنى يعني طلع برضه زي الموديل. مركز تصميم وتطوير النظم الفضائيه، ده برضه المبنى اللي هو مرسوم الديزاين بتاعه، ويعني ما يمكن ما حطيتش الصوره اختصارا للوقت، دي اكاديميه العلوم والبحوث الفضائيه هتبقى شكلها بالمنظر ده. ده المبنى يعني شغالين فيه دلوقتي، هيبقى افريكان سبيس ايجنسي اللي هي وكاله الفضاء الافريقيه، يعني ده عباره عن توين بيلدينج كده، يعني الشكل ده زي الشكل ده، ده هيبقى لوكاله الفضاء الافريقيه
لوكاله الفضاء المصريه. في مركز التدريب ده برضه الشكل الهندسي بتاعه المفروض هيكون بالمنظر ده. ده طبعا لازم يكون في تدريب عشان تاهيل الكوادر البشريه في هندسه وعلوم الفضاء. هنعرف بعض النماذج من الانشطه الحاليه. يعني هم دلوقتي شغالين في احنا قلنا ان مصر سات واحد ده اطلق في 2007 واشتغل من 2007 لحد 2011 وعندنا بيانات ليه تغطي المنطقه العربيه وشمال افريقيا. وبعدين دلوقتي بيصمموا بقى وبيحاولوا يجمعوا، وده طبعا نسبه التجميع بقى او نسبه المكونات المصريه هتكون اعلى شويه من المكونات اللي كانت في مصر سات واحد. وشغالين دلوقتي في التجميع. في مركز تجميع واختبارات الاقمار الصناعيه، في سلسله الاقمار التجريبيه. في اقمار تجريبيه يعني صغيره كده للتدريب. وفي شغالين في القمر التجريبي الاول ده. هما الحقيقه في قمرين تجريبيين دول صغيرين في الحجم، يعني بيبقى حاجه بيسموها كيوب سات، يعني بيبقى مكعب صغير كده يعني حوالي يعني 10 سم في 10 سم في 10 سم يعني مكعب كده. وده بيطلق، وفي اطلقنا الحقيقه في السنتين يعني في 2019 2020 اطلقنا واحد من اليابان، واحد اطلقناه من امريكا، وشغالين يعني دول يعني من تنفيذ المهندسين المصريين 100%، يعني مش خبرات اجنبيه. لكن اليابان يعني اتبعت اليابان عملوا له تيستنج واقتنعوا بيه وهم اطلقوه على صاروخ من اليابان يعني. وفي امريكا نفس الشيء. في بقى سلسله الاقمار بقى التجريبيه دي كتير وشغالين فيها دلوقتي حتى الطلبه بتوع الجامعات. ده بيسموه نكس سات. دي اختصار نكس سات دي اللي هي مارس اللي هي الهيئه القوميه للاستشعار من بعد، اكس اللي هي اكسبيرمنتال ساتلايت يعني او ناشونال اكسبيرمنتال ساتلايت. فدول مجموعه والحقيقه يعني هم شغالين ممتازين جدا. واغلب يعني السوفت وير بتاع اللي بيشغل الاقمار دي المهندسين المصريين اللي عاملينه، والهارد وير والحاجات دي تجميع في مصر. ففعلا في نكس سات 1 و2 و3 دول اطلقوا فعلا. وفي بقى قمر بنسميه قمر الجامعات، في العديد من الجامعات بتشترك فيه، وده الارتقاء بمستوى الجامعات المصريه على مستوى هيئه التدريس والطلاب واستغلال امكانيات الجامعه بصوره افضل ورفع مستوى المعارف في الجامعات وخلق بيئه تنافسيه بين الجامعات. قمر الجامعات ده مشترك فيه جامعه عين شمس وجامعه بنها وجامعه حلوان وجامعه مصر الدوليه وجامعه الزقازيق وجامعه زويل والمعهد العالي للهندسه الاسكندريه والجامعه الكنديه وجامعه القاهره. وده ممول من هيئه الاستشعار الحقيقه، وكل جامعه برضه باللي بتقدر تقدمه. التنفيذ التدريب والتنفيذ بيقوموا بيه في هيئه الاستشعار. قمر الجامعات المصري دي الجامعات اللي احنا قلنا بناخد طبعا دعم من جامعه الدول العربيه مع بقيه الجامعات اللي هي المشاركه. دي الطلبه اثناء تدريبهم في هيئه الاستشعار. في حاجه كمان بيسموها مشروع تحالف القضاء، ده بيبقى جهات مختلفه بتشترك فيه. الجهات المختلفة يعني بتشمل معاهد قومية كتير زي كده، يعني الهيئة القومية للاستشعار من بعد، والمعهد القومي بنص الفلكية والجيوفيزيقية، مركز بنص الفلزات، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مصنع بنها للإلكترونيات. مصنع بنها للإلكترونيات عليه دور كبير قوي على فكرة، لأن كتير قوي من الإلكترونيات اللي إحنا بنستخدمها في الأقمار الصناعية دي من تصنيع المصنع ده، ومصنع من قصه الحرب ده للعدسات، والشركه العالميه للبصريات دي برضه عدسات بتاعت الكاميرات. يعني احنا نجحنا في تطوير او صناعه كاميرا بعدسه مميزه يعني، وبتشتغل
اشتغلت بجريد بتاع القمر الصناعي واثبتت فعاليتها كويس. في بقى اقمار صناعيه كمان، الاقمار الصناعيه اللي انا قلت كيوب سات دي اقمار صناعيه صغيره فتكلفتها قليله. في اصغر منها كمان اللي بيسموها متناهيه السبب بيسموها نانو ساتلايتس، ودي برضه شغالين فيها بالتنسيق مع وكاله الفضاء اليابانيه. فدي بعض المشروعات اللي هي كيوب سات، وعملوا كاميرا تجريبيه وجهاز اتصالات بالقمر الصناعي وجهاز حاسب الحموله الفضائيه، وصمموا خلايا شمسيه لمقاومه الاشعاع الفضائي، وعملوا جهاز لاداره اعطال القمر الصناعي. طبعا القمر الصناعي ده في الفضاء، طبعا لما بيبوظ هيحصل فيه ايه؟ فبيعملوا برضه تصميمه بالريموت كنترول. يعني في جهاز قياسات برضه تليمتري، جهاز اتصالات بالقمر الصناعي، في كاميرا مدمجة برضه معاهدة فضائية عملوها. طبعا احنا قلنا التعاون مع الجامعات، ذكرنا في كثير من الجامعات المصرية والأجنبية. أنا بقى عايز أعرف هنا بس، هي ده آخر سلايد عندي، بس قبل ما أنهي ده، طب وبعد ما احنا يعني أنا سامع عنوان المحاضرة والتنمية، يعني وكالة الفضاء المصرية والتنمية المستدامة. طب احنا لو بصينا بس على صناعة الفضاء والصناعات المغذية لتكنولوجيا الفضاء، دي في حد ذاتها نقلة نوعية للتصنيع عندنا، ويعني هتفتح فرص عمل طبعا، هتدرب كوادر كتير، هندخل في مجال التصنيع والبرمجيات. ده تحدي ذاته. طب نيجي بقى للتطبيق، تطبيقات. يعني احنا دلوقتي بعد ما بنتصور بالقمر الصناعي، الصور اللي بناخدها من القمر الصناعي بنعمل فيها ايه؟ الصور اللي بناخدها من القمر الصناعي دي، اولا في نوعين من الاقمار الصناعيه، نوع اللي هو بيبقى اقمار اتصالات، وفي نوع اقمار متابعه الارض. اقمار الاتصالات دي بتساعد في النافيجيشن، اللي هي يعني تحديد الاماكن والمواقع بدقه عاليه جدا، وبتسهل كمان عمليه الانترنت والاتصالات عموما. الاقمار الصناعيه اللي هي متابعه الارض دي لها تطبيقات بقى عديده في جميع المجالات، في الزراعه، في الصيد يعني في البحار، في البحث عن الموارد المائيه، البحث عن الثروات المعدنيه، البحث عن الاثار. يعني كان لينا احنا محاضره مع معالي الوزيره فينيس كامل، عملناها في الاكاديميه، كانت بعنوان التراث الفرعوني، وانا يعني قلت فيها برضه كلمه كده عن استخدام تكنولوجيا الاقمار الصناعيه في استكشاف وصيانه الاماكن الاثريه. فبيدخل في تطبيقات كتير جدا. يعني لما نبص على الصين مثلا، الصين عندهم اقمار صناعيه لمتابعه الرز مثلا، يعني قمر صناعي مخصوص يصور المناطق المزروعه بالارز. ليه بقى؟ لانه بالنسبه لهم سلعه اقتصاديه، لازم يعرف هل من خلال الصور الاقمار الصناعيه دي وتفسيرها النبات ده محتاج ميه، لو جات له افه او اصابه او شيء يقدر يعالجها بسرعه قبل ما تنتشر. يعني القمر الصناعي او الصور بتحس بالامراض دي قبل ما تظهر الاعراض على النباتات. فالحقيقه يعني ان استخدام تكنولوجيا الفضاء والتصوير الفضائي هيساعدنا في حاجات كثيره جدا، يعني حتى مكافحه الارهاب وتتبع يعني الخارجين عن القانون ومراقبه الحدود والحاجات دي كلها بصور الاقمار الصناعيه بسهوله جدا نقدر نعرفها. يعني اداره مكافحه المخدرات بشرط معاهده الاستشعار كشفوا اماكن كثيره جدا مزروعه في سيناء مثلا بالبنجو من خلال صور الاقمار الصناعيه، فبيقدروا يعرفوا الاماكن دي فين. اذا كان التلوث النفطي في البحر برضه بيقدروا يعرفوا الاماكن فين وموعد
ازاي تفشل اتجاهها ازاي وتمشي بسرعه قد ايه. يعني ليه تطبيقات عديده جدا. انديرا غاندي لما الهند ابتدت تدخل في مجال الفضاء فالشعب يعني او بعض الناس كانوا بيقولوا طب يعني هي بدل الفلوس اللي بتصرف على الفضاء والكلام ده رفاهيه، هي تدي لكل واحد يعني الفلوس دي تقسمها على الشعب هتوفر لكل واحد وجبه رز مثلا. لا هي ردت عليهم قالت لا ده كده خلاص كل واحد هياخد وجبه رز وخلاص ده الموضوع، انما انا لو اعمل لكم تكنولوجيا الفضاء نواتج الفضاء دي كلها هتعود على الشعب بالكامل. وده بالفعل الهند دلوقتي من الدول المتقدمه جدا في مجال الفضاء وبرامجيات الفضاء، يعني البرامج اللي بتتحط على الاقمار الصناعيه وكده، يعني اغلبها الجنود هم اللي بيعملوا البرامج دي. فاشكر لحضراتكم حسن الاستماع وتحت امركم في اي مداخله او سؤال. والقمر الصناعي ده طلع من كازاخستان، واخر واحد كان في 2019 في مساء واحد اتصالات وده طلع من اوكرانيا. مش عايز اخش في التفصيل الفنيه، لكن انا عايز اسال حاجه. وانا بتتبع سلسله الاقمار الصناعيه وبتاعت مصر في 2014 احنا طلعنا في 98 وبعدين سنتين طلعنا في 2000 وبعدين 2004 وبعدين 2007 اللي هو مصر سات، وبعدين 2014 وبعدين في 2014 فقد القمر الصناعي المصري. فبسرعه احنا في 2015 طلعنا واحد تاني، وفي 2017 طلعنا، وفي 2019 طلعنا. بتاع 2019 ده بتاع اتصالات، اول حاجه عملها انه خلى مستهلكين الانترنت نطوا من 13 مليون ل 42 مليون واحد. طيبه سنه. والاخطر من كده ان احنا شلنا عليه اتصالات سوريا والاردن واريتريا واوغندا، شويه دول ثانيه بقت بتمر من خلالنا، وده ليه معاني كتير حضرتك اكيد ادرى مني بيها. السؤال الاولاني، ما معنى ان يفقد لنا قمر صناعي؟ السؤال ازاي افقد قمر صناعي؟ والداتا اللي عليه بتروح فين؟ وده بيدخلني في حته القرصنه، لان انا عندي اقمار صناعيه بتتحكم في الملاحه الجويه. فلما قدرت اسيطر على قمر صناعي يبقى انا ممكن اعمل مشاكل كتيره جدا في الطيران المدني. ده السؤال الاولاني، ما معنى ان افقد قمر صناعي والداتا بتاعته شكلها ايه وكيفيه استرجاعه؟ احنا ما استرجعناهوش بالمناسبه، طلعنا واحد مكانه في السنه اللي ورا. السؤال الثاني، من فتره كده قريبه روسيا اعلنت انها اطلقت قمر صناعي اسمه كوزموس 2519. كوزموس 2519 طلع منه قمر صناعي فرع اسمه 2521، كوزموس 2521. كوزموس 2521 اطلق قذيفه بسرعه 250 كيلو متر في الساعه، وده كان ايذانا باول قمر صناعي يتخلى عنه. خطورته انه لو جيت في قمر صناعي تاني بتنصدم حيطان القمر الصناعي وبتروح في الفضاء، الحيطان دي ممكن تصطدم بقمر صناعية اخرى فتدمر البنيه التحتيه بتاعت الدول اللي راكبه عليها. سؤال، هل احنا اقمارنا الصناعيه مجهزه لنواجه ده؟ اللي انا عارفه يعني بيت اعمالي بعد الواقعه دي عن انشاء قوه فضائيه مقاتله امريكيه. احنا اقمارنا الصناعيه سلميه بتشتغل اتصالات بتغذي بنيه تحتيه زي ما حضرتك تفضلت. احنا مستعدين في حاله فقدان اقمار صناعيه لنا الداتا بتاعتنا اخبارها ايه؟ واسترجاع الاقمار الصناعيه دي اخبار ايه في ظل وجود اقمار صناعيه مسبحه؟ متشكر قوي ان حضرتك سمحت لي بكل الكلام. لا ما شاء الله حضرتك يعني اسئله جميله جدا وانت بتدور في عقول ناس كتير ومعلومات حضرتك ما شاء الله غزيره يعني في المكان ده. يعني السؤال الاولاني كيف يفقد القمر الصناعي؟ طبعا هي دي يعني انت عارف الناس بتحب تهول قوي كده. هو ببساطه القمر الصناعي ده كان اللايف تايم بتاعه
يعني في البداية يعني خلينا نقول إن الأقمار الصناعية لحد وقت قريب جدا هي وان واي، يعني هي ما بتجيش تاني، يعني ما بنرجعهاش. يعني هي كانوا بيطلقوها في الفضاء لخلاص 5 سنين حسب اللايف تايم بتاعها، في عمره 3 سنين، في عمره 5 سنين، في عمره 10 سنين، وحسب التصنيع بقى ممكن اللي اللايف تايم بتاعه 5 سنين ممكن يقعد 6 سنين 7 سنين لو كان من كومنت كويس، ولو كان يعني كومنت يعني نص نص ممكن ما يكملش 5 سنين يبقى 4 سنين ولا 4 سنين ونص. فاللي حصل معانا في ايجيبت ساتلاين ان كان اللايف تايم بتاعه حوالي 4 سنين، هو عمل 3 سنين وشويه، ممكن يكون خلاص هو اللايف تايم بتاعه خلص، يعني المعدات اللي فيه استغلقت وخلاص وكده، احنا هو ما ضاعش، هو فقد الاتصال بيه. فقد الاتصال بيه يعني ما بقاش لينا كنترول عليه، وما نعرفش بقى هو فين، ما بقناش نستقبل منه بيانات ولا اي حاجه. المعلومات اللي حضرتك بتقول هو صورها، هي اساسا ما تبقاش ما تقعدش في الطاقم الصناعي، هو في لان هو ما بيجيش، عشان انا عملت تريننج، يعني مثلا تصوير بالطائرات، دلوقتي بيصوروا بالطائرات ويبعت التصوير وايرلس كده من محطات الصناعه الارضيه، انما برضه بيبقى ايه متخزن على الهارد اللي موجود اللي في الطياره على ان الطياره بترجع. لكن الاقمار الصناعيه القديمه ما كانتش بترجع. فهو يعني بيبعت على طول الصور بتبقى احنا بنستقبلها على طول، المحطات اللي هي الاستقبال الارضيه. فمن ناحيه امن البيانات اعتقد ما فيش خطوره. وحته طبعا ان ممكن في حروب فضائيه في المستقبل، وبالتالي ما يعني طبعا امريكا عملت يعني فرع للسبيس ارمي، يعني خلاص بقى يعني الجيش هيتحارب في الفضاء، يعني وزي ما حضرتك بتقول يعني ممكن من قمر صناعي او من صاروخ يبعت قذيفه على قمر صناعي تاني يدمره. ده قام وفي مش عارف الصين تقريبا برضه ابتدت تعمل نفس السياسه كده. مش عارف الصين تقريبا روسيا عملت وامريكا كان عندها قذائف ارضيه بتطلع بره الغلاف الجوي، لكن هي دلوقتي نقلت انها تشتغل بره الغلاف الجوي على اساس انه حجم الخسائر اللي انا ممكن اعملها في البنيه التحتيه لاي دوله اضعاف كثيره من انها تشتغل جوه الغلاف، زائد ان انا ما عنديش خسائر بشريه. تمام شكرا. من ناحيه بقى الخطاب الفضائي اللي حضرتك بتقول عليه، طبعا لحد وقت قريب لحد ما في اللي هي الوكاله الدوليه تبع الامم المتحده للفضاء يو ان اوسا، وكاله الفضاء يعني هم دلوقتي هم يجبروا مطلقي الاقمار الصناعيه انه يرجع القمر الصناعي تاني. ليه بقى؟ لان الفضاء مليان دبري من زنق، يعني كل ما قمر خلاص ينتهي العمل بيه بيفضل في الفضاء، فبقى الفضاء زحمه. فدلوقتي فعلا عرضه مقدر يكون ده اللي حصل مع القمر الصناعي المصري، ان يكون في حاجه يعني هو يعني في يعني حطام فضائي طبيعي دخل الصخور اللي بتتطاير من الشهب والنازك والمذنبات والحاجات دي كلها. دي طبيعيه موجوده، ودي بيبقى معمول حسابها لان المراصد الفلكيه بترصد الحاجات دي. اللي بقى يعني وليه حجم كبير المراصد الفلكيه بتقدر تكشفه. الصغير بقى الدبري الصغير ونتيجه خلاص قمر صناعي برضه هم لما كانوا ما بيرجعوهوش تاني كانوا ساعات يفجروه في الفضاء. فكل الفضاء ده يعني بقى خلاص مليان جنك، يعني حاجات كلها مكسره وتراب وقطع حديد وبتاع مش عارف ايه وكلام زي كده. فدلوقتي بعض الدول ابتدت تمول مشاريع لاقمار صناعيه تمسح الفضاء، تلم بقى تطلع بقى زي كده مكنسه
وتلم الجنط اللي في الفضاء، لان كميه الاقمار الصناعيه الحاليه بقت كتير كتير جدا. بالمناسبه بقى احنا يعني ايه برضه بنشكر القياده السياسيه في مصر ان هم لحقوا في الفتره الاخيره، يعني اللي قلنا تراك في الفضاء نحط عليه الاقمار الصناعيه بتاعتنا ومكان على المحطه الفضائيه اللي هي انترناشونال سبيس ستيشن، ان نعمل تجارب عليها، يعني لينا مكان ان احنا نقدر نحط على المحطه الفضائيه اي جهاز او معمل او اي شيء على المحطه الفضائيه. فده انجاز لمصر، لان ابتدى يعني ما بقاش في مكان في الفضاء، الفضاء كله بقى مليان. فالسؤال الثاني بقى اللي هو خاص بالقرصنه، هو جاهز موجود، والدور الثالث يعني تشتغل في المجال ده، بس احنا لسه طبعا احنا بنتجه الاتجاهات السلميه في الاول، ولحد بقى ما ننفذ في التكنولوجيا ونبقى يعني نقدر ندافع عن نفسنا. شكرا. انا عندي تعقيب بسيط سريع كده. على فكره الاقمار التي تستخدم في الحروب ده من زمان. في حاجه ان القنبله المداريه ودي المصيبه السوداء اللي هتحل على العالم. القنابل المداريه دي هي قنابل نوويه قادره ان هي الدول اللي عندها لو قامت حرب نوويه يعني وهي بتموت ممكن ان هي تدي امر لهذه الاقمار اللي هي القنبله المداريه، وده الكلام ده من زمان يعني مش وليد العصر، ده الكلام ده من زمان. والغريب ان هذه الاقمار المداريه اللي هي ماسكه القنابل دي بتدافع عن نفسها، يعني عندها الارتفيشال انتليجنت بحيث ان هي قادره ان هي تدافع عن نفسها. يعني حتى في افلام اللي بنشوف الموفيز في افلام كتير جدا بتوري الموضوع. السؤال الاضافي، انت عارف ان الناس بتقول لك ده فرنكوش ليه؟ لان الناس الحقيقه في مصر ما بنشوفش اثار البحث ده. هل ده قصور مننا ولا ان احنا ما بنوريش؟ لان الناس بيقول لك انا دفعت 50 مليون استثمار المفروض ان هو ترجعه لي 500، فين؟ المفروض انك توريه والله انا استثمرت كده. طبعا الاستثمار في البشر ده فيه فلوس، انما الناس ما عايزه الحاجات الماديه، وهي دي المشكله. احنا عندنا بحث علمي، والبحث العلمي ده انا كواحد بشتغل في البحث العلمي انا الحقيقه ما بقدرش اقنع الناس انه في موجود فعلا. فهل هيحلوه احنا مثلا تبطيل تكنولوجيا؟ هل الصينيين هيجيبوا لنا المواد ويعلمونا نعملها ازاي؟ ولا جاست ان هم هيجربوا يمشوا؟ والقياده السياسيه على فكره يعني مصره ان في التوطين الصناعي دايما اي حاجه توطين الصناعي. هل المجال واخد بالك من الحكايه دي ولا ده هو ده الاساس وده الهدف اللي انشات منه انشات عشان الوكاله، انها توطين تكنولوجيا الاقمار الصناعيه والتكنولوجيا الفضائيه. يعني ان احنا دلوقتي احنا لسه داخلين في الصناعه دي، طبعا بنتعلم من الصينيين، واحنا وافقنا على التعاون الصيني وقبل كده مع اوكرانيا، لان دي الدول اللي سمحت لنا بان احنا نعرف النو هاو. يعني اوكرانيا وضع اختيار تصنيع ايجيب ساكوان على اوكرانيا، لان هي دي الدوله الوحيده اللي كانوا منتجين العروض، وطبعا كان عرض في العالم كله. بريطانيا قدمت، فرنسا قدمت، ودول كتير وكندا تقدمت، انما كانوا كلهم يعني مش هيعلمك ازاي بتصنع او تدخل ازاي في المجال ده الا اوكرانيا. ولذلك وقع اختيار مع اوكرانيا، وسافر 60 مهندس مصري. طبعا في بعضهم كتير لما رجع مع الخبره اللي خدها ساب الهيئه وسافر بقى واشتغل بره، لان طبعا برضه في الوقت ده كانوا ما كانوش مثبتين، يعني ده برضه قصور، يعني بعتوا ناس اتدربوا وصرف عليهم فلوس كتير جدا، ناس يعني كانت يعني العروض. فطبعا لما رجعوا كل واحد لقى عرض احسن في حته ثانيه، مش
يعني برضه لازم احنا نحاول يعني نلاقي آلية للحفاظ على الخبرات. الله يسلمك. والحقيقه احنا حاجه الاستشعار يعني بتلزم مجهود كبير جدا. عملنا حاجه يعني شفنا خبرات الدول المتقدمه ولقينا مثلا ناسا وكاله الفضاء الامريكيه عامله برامج كده ناسا كيدز، حاجات كده العاب للاطفال تعرفهم ايه تكنولوجيا الفضاء وايه الهدف منها وحاجات زي كده. فاحنا بصينا على التكنولوجيا على الطرق دي بتاعتهم وعملنا موقع تفاعلي مع يعني للاطفال على موقع هيئه الاستشعار من البعد. بس كانت ان احنا برضه التسويق يعني ما بنعرفش ان الفكره لما بنعملها برضه ما تنتشرش. يعني احنا بقالنا طبعا معالي الوزير يمكن تعرف حضرتك الدكتوره هي شغاله في المركز القومي لدروس التطور التنميه. بقالهم اكثر من 10 سنين عاملين بروتوكول تعاون معانا في هيئه الاستشعار وانا مشترك معاهم من الاول لادماج او يعني ان احنا ندخل بعض القرارات الخاصه بتكنولوجيا الفضاء. الدكتوره نوار رئيسه المركز حاليا والدكتوره اللي كانت قبليها والدكتوره عايده عباس الغريب لان هي دي مناظره. يعني ايه؟ يعني هي عامله لجنه وبنجتمع وبنحط الاراء وعملت 15 بحث على يعني على المدارس الابتدائي والاعدادي والثانوي وازاي يدخلوا في المناهج. بس يعني العمليه ماشيه بطيئه جدا يعني فاحنا بنحاول وبنسعى يعني ونتمنى يعني يكون في صدى. ويمكن اتمنى ان يكون فرصه المحاضره دي لما تتحط برضه على النت ولا حاجه الناس تقدر تاخد فكره شويه عن يعني ايه الفضاء وهندخل فيه ازاي وكده. في اي اسئله ثانيه من اساتذتنا في القاعه او حتى برضه في اللجنه من بره عن النيل والهرم؟ لا طبعا الرصد عن الموضوع يعني مهم جدا وفعلا من الحاجات الكبيره اللي بدات الناس تعرف تتسوق ازاي. فاعتقد ان الشغل المتعامل مع وكاله الفضاء مع الدكتورات مع الجامعات وبدات تدريب طلاب الجامعات عندنا مثلا جامعه بنها مثلا بنها بتعمل اتفاقيه كبيره من وكاله الفضاء من حوالي 6 اشهر من جامعه بنها وبقى في مكان بقى للتدريب مخصص في فرع الجامعه في الرياض ولسه قريب ان شاء الله تقريبا تعمل بروتوكول الجامعه بنها تقريبا اللي هو القمر الصناعي ما اعرفش كان بيقول ايه لسه ففي تنازل مع الدكتور طلعت وحضرتك طبعا من كام حضرتك ان في شغل مع وزاره التربيه والتعليم مركز المحاصصه التربويه عمليه الوكاله دي تكفي انها تتبع فحم سير ريسك مهم عندنا اتجاه بس الهيكل بتاعها عامل ازاي؟ انا اعتقد ان هي نفس المعامل دي بتاعت المركز الظاهر لا لا هو كله يتبع رئيس الجمهوريه يعني رئيس مجلس الاداره هو رئيس الوزراء يعني ان شاء الله يكون المستقبل في اهتمام شديد جدا وطبعا في حاجات يا استاذ اهميتها للامن القومي مثلا هو قال يا استاذ دكتور الارهاب دي طبعا حاجات مهمه جدا يعني ان شاء الله طبعا. مره ثانيه بشكر استاذ الدكتور منطق على العرض المقيم والمختصر اللي هو صراحه يعني ساعدنا يعني كان اعتقاد معالي الوزير ان احنا قدمنا في الوقت اقل الوقت احنا بنتمهون ونتمنى بقى ان احنا نكون منصوره على اليوتيوب بس اصحاب مصر كل يستفيد من المحلات الكبيره اللي موجوده في مصر ان شاء الله نعمل بقى في قريب بقى نوصل زي ما نوصل لمريخ بقى يعني يكون هو ده احنا عايزينه.